يبدو أن نزع القمصان وتركيا في وسط الميدان أصبح موضة لدى اللاعبين الجزائريين تعبيرا منهم على عدم تلقي الرواتب. هذه المرة الدور كان على أمل بوسعادة الذي رغم احتفال لاعبيه مع الجماهير بالفوز على سريع غليزان إلا أن الرسالة كانت واضحة للقائمين على النادي. الأمل في المباراة حقق الأهم في الشوط الأول. بدون مقدمات راح زملاء تشيكو يضغطون على مرمى السريع، والبداية بتسديدة القرنزي التي ردها الدفاع ليتواصل المد البوسعادي على منطقة سريع غليزان. هذه المرة القائم الأيمن للحارس فارس يرد تسديدة تشيكو القوية، فرصتين كانتا في ربع ساعة الأولى. بعدها حاول سريع غليزان امتصاص حرارة زملاء بيطان من خلال التمركز في الوسط مع الاعتماد على الهجمات المعاكسة لكن بدون جدوى. ليأتي الخبر الصار لأنصار الأمل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وبعد عمل فردي من الأشول أوكيل عمار يتوغل ويسدد صاروخية يفتتح باب التسجيل ملهبا المدرجة. المرحلة الثانية لم نشاهد فيها الكثير من كلا الفريقين رغم التغييرات في غياب اللمسة الأخيرة التي كانت غائبة على غرار تسديدة بالملك، ليضيف أمل بوسعادة نقاطا ثلاث ويرفع رصيده إلى 17 نقطة، فيما ظل السريع في مكانه ب 15 نقطة. طبعا الآن نذهب مباشرة